محمد، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أو قادي ذا دي تولين ثي قادي ذا دي تولين سلام ربي ذا مقران في اللون نزول في اللون ناس لما نون النوفا نغب وسقي ذا النوفا يثوم ثانو ميثورا تتوالمت ذا النوفا أمي نسمى ثمو سنين ذا بريد من الإيمان ثمو سنين الصح ثمو سنين سفوغ سيطلام أرثفاث ثمو سنين سفوغ سيلجهل أرثفاث أرثمو سنين نكونين وسنجين نهضرد في الظليث او كذا ذا شو يسا الظليث في الانسان يعني في العبد السجين نهضر نبغى نهضر في الوضوء يميث ظليث بلا الوضوء ورث الحياره الى قاس الوضوء اذي دون اكودس انظر شي مي رب العالمين يفرضت في لنا الوضوء والمسلم اذي توضاي خمسه بردان على الاقل النهار وقي على الاقل النهار ما يروح اذي الزال ثورة الا كذنا مثلا محمد داك ديال الاستديو ذنتا ما كنتوهم ثانومي هذا غادي يفهم وهذا غادي يفكي يعني العلم يسيفكار بالعالمين اثيدي شاركي ذنا وهذا غادي يفهم المقصود من الوضوء ذي الظلي ذي تزورة اسيني غاسلامينك محمد مرحبا يسك نوفايكين تجديط السلام عليك حميد. السلام عليكم. سلام ذم قراني وقيا دي توالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد دونينوك السلام عليكم مرحبا سيسون. أم كدنا لقمتنا حميد الوضوء أجي فرثيتي الله سبحانه وتعالى باش تقعد تظلي البنادم. أم كدنا نهضرد في الفوائد من الصلاة الاستشفاء بالصلاة ذا شو تظليت زمر أدوي بنادم إنسى يوم ممطو الله سبحانه وتعالى مرقى في الله سبحانه وتعالى ومقبل الذي بنادم باش أدي خدم تظلي ثقي لازم أدي روح الوضوء أم كانت تواليض الباك جراوند دقيق شبحن أم غارقي راي خدم ناس بغن الوضوء ويجي ذا لي ميكروب ذا المعنى أنه أم الوضوء أجي أكي عاون نوصل مو أتكش مضي الطهارة من الناحية الطبية أم كلا تكسض لميكروب سيل جسد نك. الله سبحانه وتعالى يقارد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فالطهر. يعني كمتنا حميد الله سبحانه وتعالى إلى من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء ضغن كيني ضغن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. وقيل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أين يعني الوضوء وممطو الله سبحانه وتعالى ذكرت الآيات أين يعني ضغن أمكرت خدم الوضوء أجي ذكرت الآية أجي تفار مرك يا حميد باللي الآية قينا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبود الإنسان أدي خدم الوضوء ذي مكان يكسوا كشفن يفسن أشبوف أقادو ممسوغ ويقد نبينوك الحكمة في اللسن ولكن ما نغلد الناحية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشديك من الإيمان بنادم بشديك من الإيمان بنادم إنك الطهور شطر من الإيمان وإنك الله سبحانه والله يحب المطهرين المطهرين ثم شغل وقديك عن الطهارة وقديك عن ثم شغل النظافة الله سبحانه وتعالى يحمليثن والرسول صلى الله عليه وسلم إنك باللي الطهور شطر وشطر الإيمان اللي طهارة كذا شطر الإيمان دونك تصويضك متنا حميد لبازوك اللي باش تصحت قبل الله سبحانه وتعالى تصحت تفد ربي سبحانه وتعالى لق الطهارة لق الإنسان الذي طهر من الناس كل تظليتي لقد يتوضا فثورة أدنس فهم من ناحية طبية نخدم هذا الباك جراوند كي امغار غير يصبغ الوضوء الجهه يا كي سي لي ميكروب نخدم هذا لو فيروس لانفلونزا
وقد الفيروس دي تاكل الريم دي تاكل الهلاك بعضها ساكين لي ميكروب قال لنا التصق مثلا حميد ديال البكتيري سيت ذا النوع الميكروب لان الفيروس هذا قال لي فيروس ذا النوع الميكروب لان لي شامبينيون ذا طفيليات ذا النوع الميكروب ولكن الى قد نسفهم الموضوع كي امكانيك سكر لي ميكروب انك اولا لي ميدسا الطب لي ميدسا افون باستور سو لافي لي ما ابري يعني مقبل الذي لي باستور الطب امجين سما سيري ذي نيفانس يفسنسن من بعد ما ركفون ما ركفون خاطر باستور سي لو بير بس مثل لا ديكوفيرت سميت الميكروب هذاك دونك انك لي ميدسا ابري باستور من بعد باستور سو لافي لي ما افي لي ميدسا ميديو سا باستور وغادي سيري ذن وقبل اي غار باش هذاك السن لي ميكروب سوف سنسن باش مرا اموسنا موضين انا ذا شوت ولا قرات موسن يفسن سن تشورون سلي ميكروب ثور الحاجة رد نركز في الناس مليح مليح ما تنا حميد الوضو كي خمسة فردان كاسكو سافو دير الاماكن كي نخدم نكوني الوضو تكسن خاصة اكرمكم الله ما راح بنادم البيت الخلاء سما لي بارتيني سما ناس ديال الدومين لا ميكروبيولوجي علم الميكروبات سما ناس نوك لي بورت بريمير دونتري دي ميكروب يعني ثبورة تزورة اندريكش من الميكروب ساعات ثبور ثاقي سما بونزارن ثبور ثبولن ثبور ثمزوغن ثبور ثقموش وممطو الحوايج اللي ما يروح بنادم ربيت الخرا ويجي سما سلوك تبورة ثيم زورا ان سيز مرضي شم الميكروب لي بورت دونتاري بريمير دي ميكروب دونك هاد نوغا لرداكي الوقايه هاد نوغا لا بريفونسيون حميد امك سبحان الله الوضوء اكي زمر اكي حفظها في الصحه ينك اخطر لي ميدسان ميد فدرن سما يمزوغ نغد نغ انزار لكم دي بورت بريمير دونتاري دي ميكروب ناتي بورا تزوران يعني ان الميكروب مالك شم زرنا شرد هضرنا باسكو دون زان سنتيمتر كاري مثلا حميد الجهه ومزو نا جهه الجلد ديت وكشف الناس ما يفسن لنا نايق الجار لنا دون زان سنتيمتر كاري مليون دي ميكروب ذا مليون الميكروب يقول لك دي سنتيمتر كاري سنتيمتر كاري خيرات مناطين سي 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 دي ميلي اتصفض اكثر من 5000 ميكروب سنتيمتر كاري كان فهم خطر غير نكوني ندور دون سي لونفيرونمون الجهه غير دور تشورس لي ميكروب لان لي ميكروب قرنس فريندلي مايكروبس لا فريندلي بكتيريا يعني زمرضه تعيش سي سن وتزور نار يمكن ساعه لي بكتيريا داخل الديجستيف نار داخل العبود النار ساعه وانا لي بكتيريا وتزور نار العبد لان لي بكتيري دا غادي تضرهم سيدي ملي الانواع لي فيروس لي بكتيري لي شامبينيو حميد فربي سبحانه وتعالى يفقد الوضوء اكي باش بنادم غادي يسنسق غادي يسنقص لي ميكروب في اللاس ايماجيني 5 فوا بار جور دونك الميكروب باش اكدي 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 فيك الهلاك باش ادي فيك لا مالادي الا غادي يعدي 100 ميكروب 100000 باش يزمر غادي ديكلونشي لهلاك دونك ولنا راه يخدم من الوضوء خمسه فردان سما بار واش تخدم ما راه سير ذا كيف اسني كي حميد اونطر لي دوا تنظف مليح انا ماشي عشان فريد ثلاثه فردان ثلاثه فردان اي غير باش تنقص له ماكسيموم دو ميكروب اتسي لي ركشيني ذا العبد سلحقنا لي مالك لهلاك سي اون بريفونسيون باش و تغلي مم لي سبيسياليست دون دومين دو لوفتالمولوجي يعني على انا لن سورتو نكوني من سيري اذا كان نمسحوك بورني نحمس سميت نعم وفهمت باللي وكي خدم انا طاس الوضوء سي اون بريفونسيون باش وسعونا راك الهلاكه تاع كي بول لنا كي تروح سي مزوغن ما لا تمسح هذاك سي مزوغن تمسح راس تقصد لي ميكروب سي اون بريفونسيون ناقل اكثر لا بارير سورتو 5 فوا دنيا بار جور وانا ثلاثه فرد انا حميد تنقصد لي ميكروب باش تغلي دارا دون بروبليم بوسميت لي زانفيكسيون ومزوغي نعم. دائما نيطواي تروح رسميت سانزارن سما ما راش كش مضاك ني امان ني تيتسوفغض
ثم تنقصد 5 فوا بار جور الميكروب، دونك 15 فوا العملية تخدم ملتيبلي بار 3 ادفع نوك لي ميكروب ني دونك تشيني سي تان تيران وتسهل داري مانيك باش تغلي سيدي هلاك. يعني الهلاك لي زانف دي زانفيكسيون بونزارن ماشي ديوث اتروح الجهه وقموش تمضمض ني حميم ما تخدم الانسي انواع البكتيريا وانواع لي شامبينيو قداور نستغماس قداور نص لاجونسي في قداور نسوق موش ستافيلوكوك ستريبتوكوك ويقد انواع بس مثل لي بكتيري بلا ما نادد نجبد لي شامبينيو سي بور سا يون مرا مرا يكثر الوضوء الريحه اللي تسقموشي خاصه ما يخدم الانسان سواك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاه الى تامر الامه ينس ولكن الناس لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه سواك ني بعد الوضوء تخدم ذاك ني سواك ني ساعكر المواد ساعكر لي سيبستونس اكدي اكدي فيك الشفاحي طغمسينك اكديفك الدواء ارين غنوك لي ميكروب لي بكتيريا اقلان كارتوغ ماسيك ومن طون دي لاجونسيف باش توته الكره الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر السواك كيدا غنيك تسوكوا فان السواك مطهره للفم مرضاه للرب وما جاءني جبريل الا اوصاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض علي وعلى امتي نيك امي لحقا وكذا السواك كي اثدي فرض سيني جبريل وكيد الفرض في الليكه في الامين ذاكي باش الرسول صلى الله عليه وسلم يغدينا مطهرة للفم ومرضاة للرب امك سواك كيز ما راكي طهر باسكو ثورا سواك كيز ما تنخدم الجلسه تاعي ضحى مد انا نبينوك لي سيبستونس نا المواد دي قلان دي سواك كل يوث ام كي تسعون شاك سيبستونس تسعى لرولينك دونك سواك كي ماشي ماشي الحاجه غلايين ذي الحاجه ثوا ذاكي كي طون زون طون تمسح ذاكي يا دي سيبستونس دغلين سي سواك كي سعان اون اكتيفيتي اونتي بكتيريان نقل لي بكتيري وقلها انا راه اون اكتيفيتي تسمى اونتي فيرال اون اكتيفيتي اونتي شامبينيون دونك ايماجيني كل طاسه اللي تخمسي فردان كتشيني سوا كاكي ميم لو دونتيفريس تستعمرض ولكن تاكي تواطي كيديك نعم هذه في الدي كيديك عندها اللي زمرضه تستخدم سوا كتسوا دونك شاك فوا كتشيني تيلا سي تان تيران تيلا العبد اري غلق نتبور الميكروب في مانيك سلوضو كي هاد الوالد غنسيق جارن يقجرنا كيز مرضة الحوض نايا صبادة لا ترصد خاصة كاري قجر نتوصى ساكي نعم يون هادي صباغ الوضوء وترسالة قشرني اللي خصني سوا من فهمت ذاك مثلا حميد نعم بعد هادي الحكني الديفلوبمون باش مثل لي باكتيرين لي شامبينيون هادي اللي سهل ومن بعد هادي يسعوك لي زانفيكسيون دايما الانسان هادي سير ديكار سميت تيفدنين ني هاديك سوك لي ميكروب ني هادي مسح مليح ايماجيني 5 فوا بار جور دونك كتشيني لي ميدسا لي ميكروبيولوجيست كي ايمو ميد سمان باللي نسعى لي بورت دون طاري بريمير كي سون لي زيو لو ني لي زورايم زوغن لن وك الحوايج كي شي كتشمل ميكروب كتشيني 5 فوا بار جور الوضوء نتاع القض وتخلي ضرر ديال هذيك حمد محمد لا نكرا وزمرنا راه توضان رب العالمين يفكاز يعني يفكاز الحاجه النظام وليو زمان يفكاز استعمل التيموم نعم يدرى التيموم يسا الفائده يعني ام الوضوء نغ يسا يسا التيموم خاصه تجرد النيرة تختار نغ سميت التراب النيرة تمسيت وين نقلي ميكروب ضانك ماتنا حميد إلي لي من اسميت لي ميكروب باسكو ميم لي ميكروب مرض ورن في اللك دفك الطاقه السلبيه لقد نهضر ضانا في الوضوء دا شو خدم ما رسك صد لي ميكروب باسكو يا دي ميكروب كي مات اون انرجي نيجاتيف دائما اتدور في الكور انك اكسفش الوضوء اني اكيد مرض كسد لي ميكروب سي تانابور داوض لينيرجي داوض الطاقة ياكي يمم يسمان العلماء الأورا الأورا سي تون انرجي الكترومانيتيك سي بور سا الوضوء ياكي كي نتاكد النور
يرنود سيدي نرجي بنادم نون سالمو كي يجي قادو مي كي يشبح كي يجي فاسني سما شغل ينقص مليح مليح الميكروب ديك السن سي بور سا اتوالد خاصة وكين ولد سوانا قمتناها من اتوالد وكين خدمنا الطاس الوضوء مالك دوري فاسني ساكي اتوالد شغل يفاسني سديم لكن نعم صح اتوالد الاثر نبوس مت فذاك سي الفائده الوضوء نون سولمون هذيك سي الميكروب تاكل لينيرجي نيجاتيف اكديف الطاقه كي سلبيه اكديف كسما شغل القوه مثل تفشل تصد ادخدم الوضوء ادكرض مثل ذي الحاله القلق ادخدم الوضوء ادكرض مثل ذي الحاله الغضب تستوضا تغلط طريق كلم ف تاكيدان زمانات نتفهم امك الوضوء كي الفاتوشي لي تيرمينيزون نيرفوز كي فسل لي تيرمينيزون نيرفوز مزوغ نقجار نتوسا وكي اكي كسوك القلق ني مام الاني في في العبد من ناحيه الفيزيولوجيه دو بوان دو فيزيولوجيك مراتي لي ديستيميلاسيون بومن ني لي تيرمينيزون نيرفوز كمتنا حميد مام لو ميكانيزم فيزيولوجيك هذا يبدل لي سيبستونس ني راك ديف كان القلق الله درينا لينا الكورتيزول الوضوء هذه ساعد باش اثني سنقص اثني سنقص حمد واذا ينيك تسجن العبد يعني تقلي قارن وليد زافا بيان سو الوضوء الدواء لان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يهضر دا فنش تاكين يهضر دا في الفوا في الوضوء ما تيض تقلق بيان سو تروحو تتوضا توكي وصد الرسول صلى الله عليه وسلم انك باللي الانسان ما يطفي الغضب باقي اما يضطجع ثم ديك السلم اللي حكى كينا راح يتوضا باش هذيك باسكو الغضب يا ديريكسيون فيزيولوجيك كي سباس او نيفو دو لورغانيزم هادشي لي برودكسيون لادرينالين هادشي مليح الكورتيزو ديالي مليح ويجي كل يوم في راميزور ما ساعد الغضب كرونيكا كي ويحبس راه في لاكي زما راه كاينه بور سا كاين يموتوا بغيظكم الغيظ الغضب مقارنه كي يزمر دينا ف دي فوا العلماء كي ذا دي فرا توصين العباده الدوشن خاصه اما نذي لي شويه يد ويحمر انا شو صمد يدوشك ني هذا يعاون ونند باللي ذا العلماء ذا كي لا ميكروبيولوجي انك الاستحمام يزيل عن جسم الانسان 90% من هذه من الكائنات زعما الميكروبات تاكي العلماء نند باللي 90% دي ميكروب بيقلسقنا العبد دوك اللي ما راه يدوشك ني سبحان الله العظيم هذا في مسؤول لكن الدوشاكي مقل الطهاره رين سلم الطهاره الرياض لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبيند باللي الانسان ما راه يخدم الوضوء الاكبر نادي طهري ما نس اش راه يخدم محمد لازم ما يدلك اي غير باسكو لان انواع الميكروبات يجلس قندي بنادم سيدي باكتيري لسقن دي بنادم سعان خير الجهه يجلس قن مليح هذا الجد بنادم فالانسان ما راه يدلك كنا دي خدم الدلك كي سدلك اللي راك ما تبقى رد كان منا كي تنتظر فسي بور سا ما راه توضو تحسن الوضوء فاهم كي دينا الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد من توضا فاحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظافره سبحان الله فهمه ثم شغل سبحان الله الانسان اللي يحسن الوضوء نادي يحسن اسم الطهاره خاصه الدلك اللي طري طري زامبورتون الا قد تمسح مليح مليح فاهم وسبحان الله تورا تولي مام الرسول صلى الله عليه وسلم الجهه الطهروت هذا كي داغن ملتيبليكاسيون لي ميكروبات سيدي مقرط مالا تخدم الطهاره سدلك مليح الا تورا ما تحضر سبيطار راح مد ما لازمكش موضوع سبيطاليزي ولا ديك شمو سبيطاليزي خدم الناس كان لي بريلافمون كني لقطنا كني ولا كذا كني اثي سلحو غنزر نيس سدو الطغروطي سمنتو الجهه باش مثلا كرمكم الله خطر طاس لي ميكروب ديالنا باش هذوالين ما الانسان كي يكشمل الميكروب باغي غير نخدم لنا كي وكي سي لو ستافيلوكوك قارنا ام ار اس اي ذا النوع للميكروب يخدم لا ميوتاسيون انت ستافيلوكوك ولكن ما راه تخدم لي زوبيراسيون ماكش ماك لورغانيزم كينيزم راه كاين سي تون بكتيري طري طري ريزيستونت مع الوقت سيرتو كي كتبنا لوبيتال خدمنا سلي تستاكي باش هذه يولي ما يسعى الام ار اس اي كي تسمى شغل نوع للميكروب اسكي يدور وكيخدم والو ما الا الجوايه هكاك اللي ولكن ماكش مدير الجرح هذيك شما لورغانيزم يتضر مليح مليح
دونك ما ولين هنا سبحان الله العظيم ام كيرس خدم السكرينين ني ولين ما يسعى البكتيريا كنا خاطي ايماجين المسلم عند دي وصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قرا دي قم بلا ما يحمم سمانه زيك دي لوروب خدم الله دوش حاشا دو فوا باراني هم يدوس العلم يفهم سميث العلم قال الميكروبات يفكيس المعرفه باش ظلم باللي الانسان لازم ما يدوش دائما ناشو ورسول صلى الله عليه وسلم حق حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يغسل راسه وجسده وقي رواه شيخا واللفظ لمسلم وقي الذي فتح البارضه ناس مثل شرح الحديث كي انك حق لله سبحانه وتعالى باللي كل مسلم ولا قرا ذي عدي 7 ايام الا قد يدوش مليح حق الرؤوس هذه يدوش مليح الجسد دي نس نكون ثاقين خدميت كل جمعه ويانا تخدم تسدلك دونك سي اون بريزرفاسيون بنادم باش وغلي هذه الهلاك نون سولمون هذه دوش بلس 50 فردن للوضوء فسبحان الله رب العالمين عند الميكروباكيز مر اتي قلقنا شو مكيك دنيغ باش تسولي اون انفكسيون الى 100 ميكروب دونك شاك فوا دون 5 فوا بار جور تولي ملي ميكروب دونك لا بروبابيليتي باش تلحق 100 ميكروب بقد في كل انفكسيون ني مزوغ نابول نابول زير نقموش نالي لي زوتر انفكسيون سما اورين سداو تو سا ثاكي امبوسيبل. نعم الحمد لله. محمد امان الوضوء. نعم لان كانت وضوء توضاين سوى من البحر لان كانت الدواء باسكو دي نيكلا مدينه لي كومبور مثلا اللي راح هذه كومبين يسيري سوى من البحر ويرنين سوى من سوى من كاكينين سن كوني تبرنين ويرنين ذا من الفير يدرى الى الخلاف يا راسن يعني نعم سي سي الى الخلاف باسكو انا من البحر يطهرك بطن حمد ما سوار لان كانت بومان يحبسن وانا مم الاسلام يسمى يتوصف الناس يتوصف الناس من يركض انك كي يحبسن يتساوي الدري يتساوي الدريحه يتساوي الدريحه انا شو تتكن دلي ميكرو باك متنحم دونك الانسان وزمير دار تروح باغ اكزومبل يوث المرجا كي يحبسن ومن ينسو الحناره تشورس لي ميكروب تسمى تسلك تسلك ضمن كي لقى مال ني هذه الحوت فهمت ومكذا ندي وصار صوص يصد في مكان النظافة في مكان يصد في النظافة الإنسان أمكدين الآية فثي بك فطاهر الإنسان اسمه البسينس مرسي لي ضغن زمرة تسوي لي ميكروب دايما الإنسان مرسي لفسني هادشي اللي سما طهرة الجسد نسي طهارة سميث لفسين نسي طهار كلشي طهار الأماكن ضغن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل دار باش تطهر الاماكن لان 6 مليون راك داون لي ميكروب بنادم دونك من مثلا اذا قجاري هنا فوسيس تسوى 1 مليون لي ميكروب ارغورك الحاج يقول هنا سي بور سا النظافه لو كان هاد المسلاي في الناس ونحبس راك مش عاد النظافه الانسان النظافه الاماكن النظافه كخام سما الحاج عندي تشد النظافه يشتضنيك النظافه ومطرحينك سما واقي سي ليجيان اون جينيرال نعم نعم, نعم. الوضو يجي يعني ورسالة لاج نغيسا لاج يعني مادي نظر راشي مشطح إيه بيان سور راشي مشطح مارا لحقنا ارتزالي ثاكاكي إلا قد خدم الوضو أي غير بارسكو الميكروب ماشي حر حشر مقارن الميكروب باقي يلسقدي الجلد البنادم يفسن سما الجوي هاكي مكشوفي الجي هاكي وساون صولاد دي فوا ترصد القشر ذاك دونك الجي هاكي ما تسوكشف حاب يقول مام الجي هاكي تن اكسبوزي يعني اكسبوزي سميت الميكروبات هاكي اشبوبي كانيك اقاذوميك شطوح الجهات تمكرتاكي الحاجه ديفان انه كل يقجرني فهم ضحى نعم نعم دونك الراش مقارنا كيف كيفو كلي إيه لي ميكروب كي تهضر داتاس تفكير داتاس نوعيات لي ميكروب محمد يعني زمرة تفكر ذاك يوت وتفهم اكزاكتومون شو زمرة تخدم قلنا بار اكزومبل لو ستافي لوكو كاكي وقيد النوع الميكروب يقدورن سل الجلد خاصة بنادم الجهة وقادو زمرة الجهة وقموشة كاكي
ناك بار اكزومبل قموش يسعى سيدي زعما دي سونتان دو ميكروب يقدرون داخل هاد الجبد الصطافي لوكو كاكي ايماجيني ياك مثلا حميد هادي قيم ديال الجلد ديك الصطافي لوكو كاكي كتشيني يتشور ساك سنتيمتر كاري يتشور سما مليون لي ميكروب سي سيدي مليون سيدي ميلي دو 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 باكتيري اتحكض شويه كاكيش وتخدمن حب يقول اللي داس ثبورت وقيس قارن ثبورت سيستنات ويجي نزران كوني قارن ثبورة ثم زوال فخطر شيء قديك شم الميكروب سق موش قديك شم سق مزوغون سق ما أذكر ضد هنت لوك ما أذكر ضد جرح شطاه منك اللي داس ثبورت باش قديك شم مو سعيد ضرا ما حد ذي السمحة ذي السمحة ضن حرف أصلا مش توحد نوال وين كمل دي دي لا بكتيريا كي باسكو سي تري انتريسون وقادي ذا دي سلنا وقادي ذا دي تولي انت قادي ذا دي تولي عندي نقيم في ذنا نروح كان سي غيميا مشطوح ودن والغرون قاد يعني تولي انت قاد اذا دي تولي مرحبا يس وانت كلتي سنه ثار نوفا يجي نحريش ويسين نلاي نهضر في الوضوء اوكد الفايده ينس دي الدين النا الاسلام الا دا كنا مثلا محمد فكينا عند كرام يعني الفوائد ترى مازال الا يدي هضر في لي بكتيري نا في لي ميكروب يجزمر النذيلين يعني ذوك قادهم اللابد الى دي هضر في اللسن نهزم سوال ونضرب ذاك السماح معنا ثورا نوغال غورس وديك ملاواليس محمد زماك يا ول مكني تهضر ذا في البكتيريني تنور ظن الجلسه كي خاطر غير الحاجه كي راد نهضر ذا الفوائد دوكي بوي السنن الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قعد الرسول صلى الله عليه وسلم سل الكتاب سل الوحي عند لن تعليمات يفقد كلش أين يعني الاقتصاد أين يعني الإنسان مكاري الحول الحالة الاجتماعية الفائدة من يسيش الفوائد قل الإنسان ما راي يوزام الإنسان ما راي يزال الفوائد من الوضوء الاستشفاء بالقرآن الاستشفاء بالصلاة ماشي حاشية الحاجة نغال در الأمر قل الوضوء أمكيدنا أن لي ميدسان سولافي لي افون باستور سولافي لي ما
ابري لي ميديسان ابري باستور سو لا فيلي ما سميث وقد القاعده سوا سندو لا ميكروبيولوجي ميمو قاعد يخدم لا شيروجي غادي يروح هذه يقرفها موضين مقبل ما يقرفيت الا قاعد يصير مليح مليح فاسن باسكو هذا يولي ميكروب فاسنيت مي موسيت اللي ترونسميت دي ميكروب دونك نولى الرسول صلى الله عليه وسلم مكي دينا بلي لازم نحسن الوضوء الايات ديال القران مكي توصى مكان نخدم الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصى باش الانسان هذه يستحبم سما كل اسبوع ثاني نكون الجمعه نخدميت نوصى دانا مكيراتي للطهاره سدلك باش تقصد الانواع الميكروبات اللي لصقن دي بنادم خطر ماشي ديال الحصه انا ندير لك جمعه وكل الضوم الله ميكروبيولوجي حميد كل ميكروب النوع النسم كي قال لنا ميكروب تاس دي عنقوذن لنا ميكروب كل ونا كي قال ويجي خدم الضوم نبوس مثل ميكروبيولوجي ما تكش من ضر الانترنت تسواعد انواع الميكروب كل يوم مثل قصة فين نكون نجف دستافي لوكوكاكي يقدورنا كاس بنادم خاصة لي ميكروب باغي تفدي لي نيقوزا تسيني لا ميطاسيون حامي تفدي لن امك لو ستافيلوكوكا كي يبدل يوغا الام ار اس يعني لي ريزيستون ميم اوز انتيبيوتيك فهمض ما راه تحك ذاك كي ما يكشمل جلدينك يفدر يزمرك ديف كثيب مساكي يزمرك ديف كذيك شمال الميكروب مولي راه جهاز المناعه يجهد ما راه يلحق ذا من هذه ملتيبليز مع الوقت سيني باتريتي اكيناغ ف ايماجين كتشيني ما راه تخمم درنا لو برانسيبا تخدم الوضوء شاك جور سما خمسين فردان بار جور ومن طون طروف والجهه ني اتسنقصد لي ميكروب الميكروب والحقاره العدد ام قران العدد ديالنا تقريبا 100,000 اكثر من 100,000 يلزمنا خدم الانفكسيون دونك او فور ميزور لي زونت لي سما لي بورت دونتري بريمير كتسنقصد في الناس لي ميكروب الميكروب وزميره كيكشم وزميره كديف الانفكسيون و مرة تولد الوضوء يكشمن داغن ذي المجال مجال الطب الإسلامي يكشمن ذي المجال الطب الوقائي أكدي نيغ أكمتنا حميد أم كي تعرفن العلماء لا ميديسين بريفونتيف ذا شو لا ميديسين بريفونتيف ما معنى الطب الوقائي أي يعني الطب الوقائي نيك عرفه العلماء بأنه العلم المتعلق بالوقاية من الأمراض الجرثومية تزوردوك سي لي مالادي ميكروبيناكي سي لا ميديسين بريفونتيف خاصة اكتوا علقن سي لي مالادي ميكروبيان نال المالادي الجرثومية ومن بعد تغاضى العضوية لا بريفونسيون بور لي زورغان تو سا الكور سيستيم ديجيستيف سما لا غين يعني نوكل سيستيم البنادم يوم مطون انك العلم المتعلق بالوقاية من الأمراض الجرثومية والعضوية والنفسيه للفرد والمجتمع ثوغا المم لا ميديسين بريمونتيف ارث نفسي بنادم ومن طول المجتمع تنفسي ساكي نهضر دطاس لي سوليسيون ما تعرض القران نفسيا ام كارك يعاون حميد ام كارك تيفك القوه باش تقابل ضد الدنيا تقابل ضد الستريس تقابل ضد الغضب تقابل ضد القلق تقابل ضد المحل المحول الدنيا تصلي تداغن ارحنا بيا بلال نعم سلم دان هضرت في الناس امك تصليت تكاك الراحه ويقات ولي دوك ويقي السنن قيدي فك الله سبحانه وتعالى ودي بالرسول صلى الله عليه وسلم تعاون الفرد تعاون المجتمع نون سولمون العبادة الله سبحانه وتعالى ولكن ومام طون من الناحيه الصحيه اتي لي سما الفائده تم قراث الله سبحانه وتعالى رحيم ينتكس العبد الناس لكن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي غادي غادي خلقن نساي قزرنا شغل يلاقن سي بور سا غادي فكا وكل السنن هاكي والخيرات هاكي لا تحصى الله سبحانه وتعالى مازال زاد هاد البينة طاس الفوائد يقلا دي دينا قلنا اشو ديبو القران اشو ديبو السنن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الصحة محمد كيف كان كملا غار سواليك كنتي دينا باللي رب العزة سبحانه وتعالى خلقنا وزارة هذا شو يقلهان يلعب ذيس ويزار هذا شو دير يلعب ذيس ولكن لن التصمد محمد ورنزري يارثي قاهاقي يدرى شي يقي يساد بارسكو الجامع ورخ ذي مارا الشغليس نغ يساد خطر العباد وكين التال من الدينسن ماشي تورا زعما كديرني افيك الانترنت الا لات المعلومات تاعها مي تكشمض سا ديبون سالي تلحق قضية تموتني تموتني فاهم
يا توسي الانترنت الحاجه راه تقلفض تصافط فما توري توسل زيك سي فري ادنيني باللي خصت المكتبات خصت المحاضرات لي كونفيرونسين يعني الامراكي خاطر الا قد صعود ثموسني ما تهضر دا في العلماكي وخاصة العلماكي كلي يكشم ذيوث المعرفة يمس قارن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أم كي تعرف العلماء وقي إنك الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية عن حقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي ولم يمكن إدراكها بالوسائل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجد العلم قلنا ندي القرآن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أدياس الزمان درس سواك شف الآلاثة تولي العفذ ولكن لا تصغر كان وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصغر ذاك هذه الآيات بار اكزومبل مالك ديني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن أم كانت صارت باللي القرآن قد شفاء لا نقارن سنيا كي فهمن باللي القرآن أسدي فيك الصحة فهمن باللي القرآن أسدي فيك القوة الجسد نسن ولكن تراسي فيري فيك ما تنحمد ما راه تروح ذا اللابوراتوار إلا الدكتور أحمد القاضي الله يرحمه ربي يخدم دي زيكسبيريونس في العبد ما راه القرآن لي شونجمون لي خمس دي زيليكترو كارديوغرام دي زيليكترو سيفالوغراف في ماشيني نوك لي الإنسان ما راه غير القرآن كني تصل الحوايج يكتب الدين ديكس دونك الله سبحانه وتعالى مدينا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ذا الشفاء نص حسيتان طريتمون وثورة تصل البحوث ماشي ذا نعم نعم يكون هذا البذون حسفاره تسمى مكاك ديف كلافا لا بالونس هرمونال ام كاريك يكسل طود لا دينايس يغلطو الكورتيزول تينقص ماشي حاجه ديوت الحاجه وكين نهضرت في الاستشفاء بالقران غر لان ديوث ديريكتو مونسول والدواكي كيروسوا كيني الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ذي بنادم ما قيت لي تكسوم ذاك النين تذول ولاقي ما يصلح هذا يصلحوك بنادم ما يفسد هذا يفسدوك بنادم ناد باللي ولاقى هذا يصلح القران هذا يصلح الذكر هذا يصلح العبادات هذا يصلح الزليط والى اخره يا حميد بارك الله فيك محمد انك كان الدنيا انشتاقير كل لنتوالي بيسكو العلم يكتشف الدنشتاقين ويحضرت في الناس ويفاثت تسيني نطاس العلماء بعد ما اكتشفنا نشتاقي كتش من دي دينا محمد نغلا بيان سور ثورك العلماء كي أخذ منا قدشنا حميد يا دي سافون بارتو دون تو لي دومين دومين لاستروفيزيك يعني عندنا خلق السماوات والاراضين لونيفير سما ثورا الحونه تواني العجائب قد يخلق الله سبحانه وتعالى لو سيستيم سولير توت لي بلانيت سما اثرنا كي النجوم ومام طون لي غالاكسي سما سي ان انسومبل دي طوال داغل كل مره تروح تروح دار الزات مازال تكشفن مازال تفنى طاس الحوايج ولكن دائما تغنن باللي ذا شوت العجائب كي ذا شوت الخلقه كي لابد تسيني الحاجة قرر نفوسيس ذي الخلقة لابد دوني تقيد سارة كانك كي بارازار الله سبحانه وتعالى خطر كل شيء ذي القانون للنس ربي خلق يقول خلقنا السماوات والأرض بالحق ربي خلق السماوات والارض سلحق لا فيريتي ما ديني غير سلحق لا فيريتي حميد نتفض سلحق الى اختي دوار ريسبكتي لي لواني بارك الله فيك الحق اللي ردي هضرنا في السماوات والاراضي نحب يقول يا دي لوا انت الله سبحانه وتعالى سيمانيس يسرس دي لوا انت قادرين انت يسرس سوا سوا لونيفيرني دونك سي بور سا يبنى السماوات والارض بالحق ولا شي حرك كل كونستانت فيزيك كل كونستانت بوسميت ديناميك شيمياء شو كي هون اتسنق مكاريس نساتيك تفن ليكيليب لا بالونس للكون كي والعلماء ثورا الحون رزات اقارن تكتابي لنا ربي قد ربي بالقران توصاكلي ولكن الكومبار توالي نتفاهم اتكومبارين ام كي غدينا الله سبحانه وتعالى يخبرنا باللي تاكيت تكتب في معجزة المكان والزمان أغدي وري في المستقبل لا توليض الخير قام قران عندي غدي الناس سيريكم آية وقل الحمد لله سوف يريكم آياته فتعرفونه يوعد ربي باللي غدي وري الآيات نس ونولي الآيات كي وعدنا غدي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكفي بربك انه على كل شيء دين. حاشا ما زرا باللي الواحد يجي امر من الله باللي الواحد يجي ذي الحق ايش قاعد في الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم عدان 14 القرن اتوا اللي مثورة ذي القرن اجي باللي يوقي كلام الله سبحانه وتعالى والواحد ذي الحق ولاش انتظر ولض سي بور سا ديالنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق. الله سبحانه وتعالى الا انفوي شاك ميساجي اف كومباني دو بروف يا في ديسوندر لو ليف لا بالونس افان كو لي جون ايتابليس لا جوستيس. دونك شاك ميساجي دالله الا ايتي انفوي اكومباني دو بروف. موسى عليه السلام يشي قاعد يهضر ربي بالبرهان، عيسى عليه السلام يشي قاعد يهضر الله سبحانه وتعالى بالبرهان، محمد صلى الله عليه وسلم يشي قاعد يهضر البرهان اللي هو الوحي اسمي سنان. وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه. ناس محمد دندت المعجزه جنس قل انما الايات عند الله، الايات تتنا ربي سبحانه، انما انا نذير مبين. ناس اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب. نعم. يتلى عليهم ان في ذلك لايات. ويكفي راه تكتب تلقي ماشي كاع محمد صلى الله عليه وسلم وديك في راه ذا شو الايات تسندي ذا شو تكتب ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد سوني كارابل بو لي زومي فوزالي سافوار سي زانفورماسيون فيرا ميزي المعلومات قال ندير القران كي ما شفتي كلتا دستكالي ولكن شاك شاك فوا الله سبحانه وتعالى ديك في الحاجات دي بين سي بور سا ديني لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. شاك انفورماسيون الا ان بيرفيكس دون لو طون فوزالي سافوار نكوني الجنه ذي النار سي ديزانفورماسيون قلنا ندير القران فاتغرد ثورة الايات حميده في الجنه في النار في العذاب في النعيم الجنه توصى ولكن توالى ضرب من مرة توالي أدياس الوقتين لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أكيني وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لنثبوراتك شمد ولا نذوالي نشودينين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لحقد الوعد وانديوالان باسكو الوعد وعد المشاهده كاين لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كاين يسد نبأ الجنه يسد نبأ الموعد عند اللي تسبوا هذاك من اشو درنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هاي غر صدقنا وعده لان نقار ثلاو ثورا تولي. نعم بعد نقول الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نعم. حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم. نعم. وطار الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك محمد. محمد بغا كانك سقسي الوضوء يقين يدرى إلا سيزيك سي الوقت الأنبياء ويرنين بيان سور نغا يلاد حاشا سي وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد هناك الطهور شطر الإيمان طهارة كيد شرط الإيمان. دونك الانبياء نيض الرسل سعى الايمان قمتنا حميد تظلنو كلي لو ميم سيستيم تظليت وكلي دونك تظليت ني لازم ناس الطهاره وقيد بنادم لا تبديل لسنه الله فاهم. نعم. ولا شاف الدل وقيد بنادم يقع بنادم راه يسعوا الايمان فشطر الايمان اللي الى قتل الطهاره الى قتل النظافه. بارك الله فيك يا محمد. شوف هذاك الدنيا اولا قالوا ما الى سياد الحجه أثي ديني ضي وثمتنا فين يعني تظليت نكون هانت ولا ذي كفار رمضان ولا نكرا بوثمتنا ولا نكرا تيسمتنا بذات تظليت نستا ذي رمضان أكين ويعني ذا شاس تينا ذك تيني محمد نا ذا شاس تينا ذك تيني محمد. والله يا شكد ان حمد وكان وصيما نظن نكوني ماشي حاشي سمتنا. نعم. ثمتنا تظلي اثناء العبادة تقيد الحجة قلق يلعب تلقنا وكل شغل مرة الله زد تحت الطعام انك ناتسو ضمن انك اي غار الجسد انك نا الكور انك الدمون دل حجاني الفيا نابل الله زد الا قد تشوض تفوض الا قد تسوض مما الروحي كثورا موك خذي مرة العبادة تدي روح الحجة الخبيثة
هذا يروح للحج ويقيمنا لا سي بور سان هضر الدفوله كي نناد باللي كو سما ديال الكره قلنا مضغه المضغه قال لك اتصلح حميد ف كل ما تفكيض سما شغل الحج قلعان تفكيض الذكر قلهان قراءه القران العبادات قيام الليل تظليت والحوايج كم كي درنا من قبل ما تخدمض اتسلد على طهاره والوضوء اللي كتحصنض فسبحان الله العظيم اتفض ايمانك دائما انرجيتيك يسقار جود انرجي يعني طري بون انرجي الانرجي اللي طري بوزيتيف اتشعشع حميد اتسلي سما شغل تكر طرو 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 ديناميك تفهم نعم. فالعباده تاكيك تفكن القوه ماشي باش تفصلض والنجاح ماشي عايش هذه الدنيا ماشي عايش مانيك لونتوراجين كادي فرح ما سعد الراويك تيلور ترونسميس ما اون انرجي بوزيتيف اس تفقد الطاقه الايجابيه اس تكسر دوك الانرجي نيجاتيف من الشيطان ما تبوض حاجه الانرجي نيك نون سولمون كدير نيغ سما لا فامي نيك ميم لونتوراجين نيك دونك تي بوزيتيف سما سورتو لو بلون النجاح في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله ما دمير الله سبحانه وتعالى سمى الحاجة كي كل شيء ديال الفايدة البراضم فبنادم يتبتلى في الدنيا كي توعر الهموم من الدنيا إلا بنادم يزوج وكيك زوج وكي لا ديفورسي وكي سمي ما مالتي لينيرجي بو بوزيتيف كي تحافظ ما في العائلة كي تخدم الشطوح ثم طول الشطوح سما بو كومون بريزيرفي سينيرجي بوزيتيف غير لان الشيطان الدور ينس المهم كيتوالى راه بلي تسجد المهم كيتوالى راه عبد الضربي اكيد دي تروي دي تي تروي لا فامي نيك تا قال لي ميسيون لا ميسيون لا ميسيون غير دي سما المهمه ينس غير دو سا سي بور دي تروي تو الموند دونك الانسان ففروا الى الله ما يروي لرثمنات الله سبحانه وتعالى ادي الصلاه ادي القران ادي ذكر الله ادي اورغانيزي مانيس فوقت تضيع ان شاء الله فدائما امكيد الناس قال لنا حميد يعني العلماء كي ادي هو اللي مدنا ما كيتخمم منا في ديننا غادي برا ادي هو اللي العلماء كي دي غار خاصه امكيد لنا العلم اللي طري زامبورتون خطر العلم راه ثوض حميد العلم الانسان الهادي يحفظ اللغات باغ اكزومبل كون يمد نسل دي بون اونجلي لو كون تحفظ راه لونغ اونجليز لان تصدع الحوايج راه كينقصن فالله سبحانه وتعالى يفقد اللغه تاكي الانسان هادي بروفيتي داغن باش يداوي ثم سنيسيس تفهمهم تورا نكون تافض ينسل منا كي يخدم دي كرون ديبا يعني عندنا لوريجين دو لافي يعني عندنا باغ اكزومبل لا تيوري ليفوليسيون دو داروين يعني عندنا لا كرياسيون دو لونيفير كي الخلق من الدوني تاكي اش راه يضرون اش يضرون سنة تروح الدوني تاكي دونك سي دي كرون سيونتيفيك اكدف كنت مسلم ما رسلتك تشيني تي كومبرون اتولي ضمن بارابور ديالنا غمك ارادي هالدار اشو دي الناس سبحانه وتعالى في الخلق توسا وكذا غندي نسلم ماشي حاسمي هضر نو لونجلي اتسلح قضاء تسوى يا دي ميزيلمون دي كرون سيونتيفيك تشيك ريبوبليك لالماني لا فرونس ليطالي لاميريك لا روسيا تاس نعم نعم دونك لا بليبار هضر ستكليزيت داغن سي تري زامبورتون بلا تعرفت داغن وزمرة تفهم مليح المثال اللغة العربية سما القرآن عربيا غير ذي عوج غير ذي عوج سما شغل السلاح مقارن فاهم هذا هو حميد ما. محمد بغاك تسقسي العبادة تقيدة غادي يفكر ربي يعني يفكرني المسلم ماشي محال يعني كل يوم ديك السن كوني سقيد نهضرها في الوضوء كذا نهض يعني فوائد الوضوء يظلي نلا نهضر في الزليث سكي رانا د الاستشفاء ام بيارث ارث ارث دي وضي منك الزليث يعني ولاش الحاجه يدي في كار بين يلعب ديس ولاش ذا فيرس الفايده يسي الهاني كل حاجه دي في كيث لا الفايده ديك لا الحكمه نعم يعني يعني الانسان الا كان ذي قلب بشكل ذي فاينه ذي في الصح بور سكينا ربي فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فالهدى ربي سبحانه وتعالى
وكل السنن ينسو كل شو دي بيدي القرآن للنواهي وما مطونس ما شغل المنكرات كسميث ما ناك وتقرفها لو تقرفها لا ما ناك روح روح ذي الحاجة لا يفيدن الإنسان ذي الحاجة لا يفيدن المجتمع ولاش الحاجة الناس الله سبحانه وتعالى وتسعر الحكمة ما تنحمل كل حاجة تسعى الحكمة وتسعى الفايدة ثم قرة العبد سبحانه وتعالى إما ما راه تخدم إما ما ناك تخدم راه وتخدم راه أخطرك داوي المضرة. نعم نعم. ذا شات أتظل بضك شنو سي الجوامع يعني دور الجوامع ذا شو يعني يمكن تولي ذك شنو يمكن قلق ذي لينت. يمكن مثلا أسميث حميد سورتو كي طفلنا أسميث الحوايج الدين il faut contacter les scientifiques des mots, des médecins, des biologistes, ou dans le domaine de l'astrophysique, la géologie, ou que les gens qui ont des commissions. Il faut de temps en temps organiser des exhibitions. Tu vas organiser des conférences. Il faut organiser par exemple des séminaires, des médecins, des astrophysiciens, غور لي بلانات انت دي خلقن كلش ف وقي لنا نتصل خير ديال القران السنه زعما تدي السوفا بنادم راه الفرام كي قلت لنا الدومين كي قرنس الاعجاز العلمي في القران والسنه سي تان دومين طريف فاست ماشي حيشوت الحاجه ثورا كنني اكل بقني نبوتي حاشا في بنادم الدومين ميديكال خاصه الله ميديسين بريفونتيف الطب الوقائي الاستشفاء بالصلاه بالقران داس الحلقه ايضا دار نكشم دي لا كرياسيون دو لونيفير سما اكور نهضر في الطيجه في ثلان ونحبس ان شاء الله. بارك الله فيك محمد. دي دهمنا الوقت يعني غير من كوديك يلها ولكن هانت ولا ظن سارت الوقت سنين غير وكذا يقول لنا كودنا اكتي كذا يقول لنا كودنا سنين بارك الله فيكم ميضا كان ثم زوخت ثم ليليتي ذون سمنا يديه دون ما يبغى ربي سيري ميرن كذا وندينا جيح كون دي لهنا ربي ذن فين وندينا رمضان العيد ذا ساذين يكون الجزائري او الجزائريت اذا دي تولين اما كنا سيناغ مثلا محمد يقول لنا كنا ذاكي دي سيدو سيناغ صح عيدك محمد ذا تمرزوق ذيك شنين ورويك ذو فاميليك ايها كاكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.